بكل الخير برجع لحضراتكم، وبرغم قلبي اللي بيتقطع على مشهد سوريا، لكن أنا بكون أكتر لما عقلي يكون على قناعة، ببقى متأكدة إن حضراتكم معايا، لأن ده تمن الحرب اللي هنا في مصر تم تجنبنا الوصول إليها. لازم طول الوقت نفتكر الجملة دي. خلوني سريعا أروح لخبير الشؤون الفلسطينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الباحث محمد جمعة. مساء الخير. مساء النور يا فندم. سامحنا طبعا عن الوقت، بس إحنا مهتمين إيه موضوع قضية القرن؟ هل إحنا قدام طرح جديد ولا ده استكمال؟ هل إحنا أمام سرعة اتخاذ قرار من الإدارة الأمريكية الجديدة لملف قديم؟ اكشف لنا الموضوع شوي. قضية القرن في إشارة إلى مرور 100 عام على وعد بلفور. قضية القرن تشير يعني إشارة صريحة إلى أن القضية الفلسطينية هي أقدم الصراعات في المنطقة وربما أكثرها تعقيدا. من الواضح أنه إدارة ترامب مهتمة اهتمام كبير بهذه القضية. الرئيس الأمريكي الجديد استقبل نتنياهو قبل مرور شهر كامل على تنصيبه. كان في ربما لجنة من الكونغرس الأمريكي، وإن كانت لم تحظى باهتمام إعلامي واضح في مارس الماضي، للتباحث مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن موضوع نقل السفارة في القدس. في اهتمام أمريكي، في إغراء خاص لدى ترامب بتحقيق اختراق ما في القضية الأكثر تعقيدا نتيجة إخفاقات كل الإدارات السابقة. وبالتالي في رغبة، يعني في رغبة قوية واهتمام بالتأكيد كبير، لكن الحديث عن ممكنات تحقيق هذه الاختراقة ما تزال يعني الأمر محل سجال بيننا كمراقبين أو كمحللين، لا سيما صحيح لا سيما وإنه الملامح النهائية لسياسات إدارة ترامب تجاه القضية الفلسطينية ما تزال قيد التشكل. صحيح. وبالتالي صحيح. لم تحسم الأمور بعد، لكن في حراك واضح بالتأكيد في أثناء أو على هامش القمة العربية في عمان. كان هناك قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس أبو مازن. كان هناك لقاء مع الأهل الأردني في الشهر الماضي مع ترامب، واليوم هو اللقاء الثاني، وقبله لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس ترامب، ثم لقاء العاهل الأردني بالأمس مع الرئيس السيسي. وبالتالي في خليني أقول 3 أنواع من السجالات نتائجها النهائية أو محصلتها النهائية هتحدد المسار القادم. هناك سجال إسرائيلي حول شكل التسوية النهائية بين الترويكا الحاكمة في إسرائيل. هناك سجال أمريكي إسرائيلي طرحت فيه الكثير من الملفات أثناء لقاء نتنياهو مع ترامب. وهناك أيضا سجال ونقاش أمريكي عربي تشارك فيه بدرجة أساسية مصر الأردن. الرسائل ربما غير المباشرة التي وجهتها السلطة الفلسطينية إلى الرئيس ترامب عقب التصريحات اللي عكست عزم الإدارة الأمريكية، أو ما قرأه البعض على أنه عزم من قبل الإدارة الأمريكية لنقل السفارة الأمريكية في القدس. وبالتالي محصلة هذه السجالات الثلاثة هتشير بقدر أو بآخر إلى المسار القادم في أي اتجاه يسير بنا. هل ترامب بالفعل هينجح في تحقيق اختراقه و يعني يستمر على رغبته الحالية في تحقيق إنجاز ما، أم أنه ربما يغير رأيه لما يعني بمرور الوقت ولإدراكه للتعقيدات الموجودة على الأرض، وبالتالي ينخرط في عملية مجرد عملية، وبالتالي السير على نفس نهج الإدارات السابقة المتعلقة بإدارة الصراع وليس تسوية الأسرة. وفقا لقراءة حضرتك عندنا سجالات ثلاث هننتظر نتائجها، ومش طبيعي البحث العلمي ان احنا نستبق، لكن عندنا كمان مقدمات بتقول برغم ان الزيارة الاولى كانت لنتنياهو، لكن هي زيارة كانت ذات طبيعة خاصة، لم يسمح له بالتواجد المبكر على غير المألوف
لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في أي عهد من العهود السابقة. لم يسمح له بالتنقل بين الإيباك وغيرها على الطريقة اللي احنا عهدناها، كنوع من دخول المكتب البيضاوي، وكأن يعني ظهره محمي بكل رجالته اللي شالوا الانتخابات الأمريكية. وبالتالي أنا عندي مقدمات بتقول إن هذا الرئيس اللي بيبدو غريب أحياناً ما بنقدرش نتوقع سلوكياته، كان عنده أداء يمكن أن يوصف بأنه أداء حاد مع الإدارة الإسرائيلية، برغم أنها إدارة يمين وإدارة تبدو قريبة على مستوى الشك. في المقابل كان عندنا كمان استدعاء للسيد الرئيس أبو مازن للقاهرة في لحظة لم تكن مجدولة، والاستدعاء ده كان للتفاوض لأهمية اللحظة، وتم اقتطاع وقت من الإدارة المصرية وبحثت ملفات، والملفات دي أكيد ما بتجيش صدفة، وحملت هذه الملفات استكملت في القمة العربية زي ما حضرتك ذكرت، ثم كانت موضوع رئيس يبدو في هذه الحوارات اللي دارت في الولايات المتحدة. لأنه ربما كمان مهم نقول للسادة المشاهدين أن العاهل الأردني موجود في البيت الأبيض للمرة الثانية، هذه المرة بوصفه رئيس القمة صحيح. وليس بوصفه رئيس صحيح. الأردن أو صحيح. ملك الأردن صحيح. وبالتالي في الجدول ده مهم قوي تتشاف المسألة، الزخم بهذا الاستقبال للعاهل الأردني كان في هذا السياق. صحيح صحيح صحيح. إشارتك الحقيقة الذكية فيما يتعلق بزيارة وطبيعة زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية، أنها ربما لم تكن زيارة تقليدية، لم يلجأ إلى الإيباك وغيره، ربما يعني يتماشى مع السياق اللي بيذهب إليه بعض الخبراء والمحللين، إنه للمفارقة، إنه ربما ترامب الذي جاء في خضم مؤشرات كثيرة بتقول إنه هيكون أكثر انحيازا لإسرائيل، ربما هو الذي قد يلجأ إلى الضغط على إسرائيل لتحقيق هذه الاختراقة ما. لكن وبالتالي في 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 كلام كتير حوالين انه يمكن لهذا الرجل ان يحقق اختراقه، هتكون مفاجاه يعني. ما الحقيقه تمام. الا انه يعني برضو بالنظر الى معطيات اخرى، خليني اقول انه ما تزال هذه الملامح النهائيه برضو قيد التشكل، لانه في اشارات جديدة أو مستجدة تبدو لا تنسجم، والإشارات السابقة لترامب أثناء الحملة الانتخابية يعني ما أشارت إليه وسائل الإعلام الأمريكية منذ فبراير الماضي، نيويورك تايمز وغيرها، حوالين أنه كان في مسودة لبيان من قبل إدارة ترامب تعترض فيه على السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، لكن هذا البيان لم يصدر. لكن هذه التسريبات من قبل الإعلام الأمريكي أكدتها تصريحات ليبرمان نفسه لما أثناء مناقشة أو طرح بعض أعضاء في الكنيست مشروع ضم الضفة الغربية، ليبرمان اعترض وقال لدينا رسالة أمريكية قوية مفادها أنه في حالة الإقدام على هذه الخطوة سوف تقع إسرائيل في أزمة فورية. طب خلينا أسألك سؤال بمفهوم الشارع مش بمفهوم البحث العلمي. هو طول الوقت احنا وجداننا تربى على ان يعني اسرائيل دي هي الطفل المدلل للادارات الامريكية او للدولة الامريكية يعني بشكل عام، لكن في حقيقة الامر كمان كنا بيتقال لنا ان اسرائيل قادرة على تغيير السياسة الامريكية والالتفاف عليها والضغط و و و، وكأن إسرائيل لها دلال بتعرف تغير في أروقة السياسة الأمريكية. حضرتك من أي مذهب من المذهبين؟ لأنه الدنيا وهي بتتكشف بعد سنوات يعني التدخل الأجنبي ده للاستعمار الجديد اللي عرف بالربيع العربي اللي احنا بنعيشه، احنا دلوقتي بنتكشف طبيعة الأدوار. هل إسرائيل تستطيع أن تقرر بعيدا عن القرار الأمريكي إذا أرادت، أم أنها إذا لم تنسق تعاقب؟ دي حتة مختلفة جدا. العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بالتأكيد علاقات خاصة، يعني بالتأكيد يعني. علاقات دي دولة دور خاصة. إلا أنه الحديث عن أنه القرار الأمريكي هو مرتهن لرغبات تل أبيب هذا غير دقيق وغير صحيح،
وفي أوقات عندما كانت هناك مناطحات بين أمريكا وبين بين بعض الإدارات الأمريكية وبين إسرائيل، كانت هناك قدرة أمريكية حتى على تفكيك الائتلاف الحاكم في بعض الأمور والضغط على بعض الأقطاب داخل ائتلافات الحاكمة في إسرائيل وصولا إلى الانتخابات المبكرة. يعني على العكس، كانت هناك قدرة أمريكية على التدخل في المشهد السياسي في داخل الحكومة الإسرائيلية وصولا إلى تفكيك الائتلاف ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة. ده شهدناه. شفنا كدليل عملي حتى القرار 2332 في الاوقات في 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 الاوقات الاخيره لاداره اوباما، رغم الاعتراض الاسرائيلي شفنا مفردات استخدمها جون كيري ربما غير مسبوقه في ما هو من الواضح السجل الدبلوماسي. وبالتالي لا، اذا ارادت الولايات المتحده الامريكيه اتصور انها تمام. احنا كده ولا ننسى في هذا السياق الى انه اصدقاء إسرائيل في داخل الساحة الأمريكية أحيانا يختلفوا مع قيادات إسرائيل حول مستقبل إسرائيل. يعني دعيني أذكر بين الفرق بين إيباك على سبيل المثال وجي ستريت اللوبي الجديد. هو الاختلاف هنا لصالح إسرائيل بين وجهتي نظر. بالظبط، جي ستريت ترى أنه ممالأة ومماهات الإيباك بالمطلق لسياسات الأمين الإسرائيلي هتضر بمستقبل إسرائيل. طيب، هستوقفك بس قليلا، خلينا نشوف ليبيا كمان مشهدها لأنه الإقليم على صفيح ساحل. صحيح. نشوف نتابع جزء من وقع هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الليبي. ونفاقة حقا، لكن نحن كلنا جميعا أبناء المؤسسة العسكرية وشرفاء هذا الوطن، كلنا مشروع شهادة من أجل هذا الوطن، من أجلك أيها المواطن الكريم، من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل أن تسير بأمن وأمان في وطنك. وبالتالي نحن بالكامل تقبلنا وقبلنا هذا المبدأ، مبدأ التضحية والفداء من أجل ليبيا ومن أجل الوطن الغالي. فباسم القيادة العامة نكرر مجددا تعازينا إلى أسرته وتعازينا إلى رفاقه بالقوات الجوية وتعازينا الحارة إلى قاعدة جمال عبد الناصر في طبرق وإلى كل أهالي مدينة طبرق وإلى قبيلته، قبيلة العواقير وخاصة بيت البدور. نتقدم بحر التعازي، وهذا البطل لا يعز فيه حقيقة ولا يؤبل، لأنه حي بأفعاله، بتاريخه، باستشهاده من أجل الوطن. وحيثيات الحادث لحد هذه اللحظة تواصلت فيها مع سيادة العميد طيار ركن محمد المنفور وما بعض الأخوة في القوات الجوية. الطائرة وقعت أثناء العودة من عملية عسكرية في ضواحي مدينة درنة، وكانت الظروف الجوية ضباب في مدينة طبرق، وبالتالي سقطت الطائرة قبل الهبوط بلحظات في إحدى المنازل التي كانت تأويها عائلة، وهذه العائلة انتقلت رحمة الله. ونتقدم كذلك بحر التعازي لأسرة وأهالي تلك العائلة. كان من المفترض أن الإقلاع تم من طبرق. على فكرة طبعا الطيار الشهيد كان دائما يقلع بعد الفجر، كل طلعاته الرئيسية كانت بعد الفجر. هذه الطلعة كان بعد الفجر بعد صلاة الفجر، وكان صائما وهو كثير الصيام، وهو يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو شيخ وإمام جامع كذلك. هذه معلومات مهمة عن هذا الشهيد. كان من المفترض أن هذا الإقلاع أن يقلع من قاعدة ناصر ويقوم باستهداف مخزن ذخيرة في درنة ويقوم بالهبوط في مطار أو في قاعدة بنين الجوية، ولكن رجع بالطائرة إلى قاعدة ناصر. لا نعرف الأسباب، قد تكون أسباب صحية عند الطيار، قد يكون خلل فني، ولكن كون عمل إسقاط أو عمل إرهابي أو استهداف بنيران هذا مستبعد تماما، لكون الطائرة قطعت مسافة أكثر من 160 كيلومتر ما بين درنة إلى قاعدة ناصر. نترحم عليه وإن شاء الله يكون كل ما قام به في ميزان حسناته، وهو شهيد من حوالي أكثر من 5000 شهيد الآن من القوات المسلحة ومن القوى المساندة في إطار الحرب على الإرهاب. ليست لدينا كثير والكثير، ولا نريد الدخول في بعض المواضيع لأن هناك الآن عمليات قائمة. تفاصيل كثيرة بالتأكيد في المشهد الليبي، وربما نفرد لها مساحة أخرى. وكان بطبيعة الحال ده جزء من يعني هذا المؤتمر للمتحدث باسم الجيش الليبي. عودة للباحث محمد جمعة الخبير بالشؤون الفلسطينية بمركز الأهرام، خليني أسمع من حضرتك، هي مصر كمان معنية في وسط كل اللي بتعيشه بالقضية الفلسطينية برضو على
النمط القديم التقليدي ولا المسائل فرض نفسها بأداء مختلف؟ طيب خليني يعني أعود إلى العام الماضي منذ التصريح الشهير الرئيس السيسي في أسوان وتوجهه بالحديث للشعب الإسرائيلي وحديثه عن ضرورة استئناف المفاوضات وتحقيق السلام وإعطاء أمل للفلسطينيين. ثم الحراك المصري سواء على الصعيد ما يسمى بالمصالحات الفتحوية أو حتى انفتاح مصر على كل المكونات السياسية والاجتماعية في قطاع غزة مؤخرا. تمام. بالإضافة إلى زيارة الوزير سامح شكري إلى إسرائيل، فضلا عن القمة المصرية الأردنية في فبراير الماضي والتي أعادت التأكيد على المبادرة العربية للسلام، كل ده يشير إلى أنه مصر تفضل قطع الطريق على سياسة اليمين الإسرائيلي الراهنة والتي تتمثل في إيه؟ ما يرغب فيه نتنياهو الآن إيه؟ إنه فليتركنا ترامب نستمر في سياسة فرض الوقائع على الأرض من غير ضجة. يعني على فكرة اليمين الإسرائيلي لا يفضل على الإطلاق الإعلام لا يفضل على الإطلاق فكرة نقل السفارة الأمريكية الآن في القدس، مش موضوع، لأنها تستجلب ردود أفعال وربما تؤدي إلى أوضاع ميدانية غير مريحة، وبالتالي هو يفضل فلتترك يد إسرائيل مطلقة اليدين للسياسة الاستيطانية لفرض الوقائع على الأرض مع الانخراط في إطار شكلي من المفاوضات، مع أن تسعى الإدارة الأمريكية جديا في ترتيب المنطقة بالشكل الذي يتيح لإسرائيل في أن تتموضع داخل ما يسميه البعض بالمحور السني في المنطقة، مع تضخيم بين قوسين الخطر الإيراني. ودعيني أشير لتصريح نتنياهو الشهر الماضي بأنه 80% من مشاكل إسرائيل الأمنية تتسبب فيها إيران. طبعا هذا مبالغ فيه. هذا ما يريده اليمين الإسرائيلي، وبالتالي استمرار الوضع الراهن واستمرار هذا الفراق يتيح لإسرائيل هذه الفرصة. مصر تفضل الاشتباك السياسي مع هذه الحالة لقطع هذا الأمر، مع الالتزام بثوابت الفلسطينية العربية، لا سيما أن مصر معنية بأمر آخر وهي أن تضمن استمرار فك الارتباط بين مصر وبين قطاع غزة وضمان الحياة داخل القطاع وربما هذا ده يفسر، لأن البعض قرأ الانفتاح المصري مؤخرا على المكونات السياسية داخل قطاع غزة على أنه يأتي في سياق آخر. صحيح. إلا أنه يأتي في هذا السياق. بشكرك شكرا جزيلا الخبير بشؤون الفلسطينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الباحث محمد جمعة، شرفتني وسامحني الوقت كان محدود النهاردة. بشكر حضراتكم وأرجوكم انتبهوا للجمل المهمة اللي اتقالت. مصر بتقطع الطريق على إيه؟ شايفين بلدكم بتتحرك، حصار اقتصادي بتتحرك فيه، ضغط اقتصادي بتاخد فيه قرارات جريئة، بتحارب الإرهاب، بتطلق عملية بناء لبنية تحتية، بتشتغل على كل المسارات. إحنا في القلب من ده، علشان كده إحنا العنوان الحقيقي. بس خليكم فاكرين طول الوقت إن دولتكم دي بفضل دعمكم هي الدولة الناجية في الإقليم، واللي جاي تقيل هنستعدله وهنبقى جاهزين، لأن إحنا حائط الصد الأول. النتائج بتقول إن اللي جاي هيكون تقيل زي اللي شفناه كده من خان شيخون، بس كل منطقة حسب أدواتها. إلى اللقاء.